نرحب بضيفي بالهاتف السيد أيمن بوغطاس عضو هيئة الانتخابات. سي أيمن مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة الهاتفية. شكرا أخت أمينة، شكرا على الاستضافة ومرحبا جميع متابعي موزايكي أفلام. شكرا لك على قبول الدعوة. نحب نفهم أكثر فيما يخص صدور القائمة النهائية التي أعلنت عليها الهيئة البارحة، وبالتالي لم تطبق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أو الأحكام الصادرة عن المحكمة بإرجاع 3 من المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى السباق الرئاسي. وراح خلينا ننطلقوا من الاعلان البارح يوم 2 سبتمبر على القائمه النهائيه للمحبولين للترشح للانتخابات الرئاسيه المزمع تنظيمها يوم 6 سبتمبر. برشا تساؤلات، علاش 2 سبتمبر؟ والحال انه في الرزنامه اللي تم الاعلان عليها كان تاريخ موجود 3 سبتمبر، وبرشا ناس سالت على التاريخ هذاك، علاش ما بقاش 3 سبتمبر؟ نوضحوا مسألة. الرزنامة الانتخابية يتم المصادقة عليها بموجب قرار يصدر على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي تضبط الرزنامة في جميع مراحلها. واش تاخذ الرزنامة هذه؟ تاخذ امر دعوة الناخبين اللي يصدر قبل الرزنامة، واللي حدد تواريخ اجراء الانتخابات اللي هي 4 و5 و6 في الخارج و6 اكتوبر بالداخل. وبالتالي التاريخ الانتخاب هو ثابت، وعلى أساس التاريخ هذاك تبنى كامل الرزنامة. كامل الرزنامة بما فيها قبول الترشحات، البت فيهم، مرحلة الطعون، الإعلان عن القائمة النهائية، الحملة الانتخابية، التصريح بالنتائج، كلها مضبوطة باليوم. بمعنى ما هيش أجال كما سمعنا يقولوا أجال استنهاضية، هي أجال حاسمة وموجبة للاحترام لا يمكن تجاوزها. 3 سبتمبر اللي ضمنته الرزنامة هو أقصى تاريخ، يعني لا يمكن أن يتجاوز ذلك التاريخ للإعلان عن القائمة النهائية. لكن الإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين مش مربوطة، مربوطة بفترة الطهور، مربوطة بآخر حكم يصدر على الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. والقانون فرض على الهيئة أنه يومين من تاريخ الإعلان على آخر حكم يتم الإعلان على القائمة النهائية. آخر تصريح صار يوم 30 أوت، وبالتالي يوم 2 سبتمبر هو آخر أجل للإعلان على القائمة النهائية. هذا في خصوص التاريخ. حتى لو كان ذلك في نهاية أسبوع، يعني يوم أحد ويوم سبت، تنسحب أيضا الأجل حسب قراءتكم؟ مشكور على ملاحظتك، هي مش قراءتنا، هي ما يفرضه النص. النصوص الانتخابية كلها تقول إنه الأيام العمل تعتبر كل أيام بين فيها الراحة الأسبوعية والأعياد الوطنية بكلها أيام عمل. وكان تتذكروا 13 أوت هو يوم عطلة رسمية في البلاد التونسية، رغم ذلك المحكمة الإدارية تخدم والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخدم، وكانت توافق 13 أوت مع أجل طعون أمام الجلسة العامة القضائية. يعني تقولوا انتم الأجال تبدأ من يوم 30 أوت تاريخ التصريح بآخر حكم. هذا القانون الانتخابي، مش نحن اللي نقوله. القانون الانتخابي يلزم الهيئة إنها تصرح في ظرف يومين من التصريح بالأحكام. آخر حكم تم التصريح به يوم 30، هو في الأصل الحكم كان مبرمج للتصريح به آخر حكم اليوم جلسة 29 أوت. لو كان صرحت المحكمة 29 أوت ونزيد نهارين، راهو يوم الأحد تم الإعلان على القائمة النهائية. تم التصريح يوم 30 كنزيدو، والنص يحكي حتى على التاريخ بالساعة مش حتى باليوم. ونعرف الناس اللي تفهم القانون تم التمييز بين الساعة كي يكون الأجال بالساعة والأجال باليوم. يعني بعد التصريح هذاك آخر أجل مش نصرحوا به بالقائمة النهائية من نجمش يفوت 2 سبتمبر، والأجل الأقصى هو 3 سبتمبر، هذاك ناخذ بعين الاعتبار تواريخ صدور الأحكام. ونأكدوا كونه تواريخ هذه هي تواريخ حاسمة، ما هيش أجال استنهاضية مقيدين بها. هذا فيما يخص الفصل 10، انت تحدثت على الفصل 10 من قرار الهيئه عدد 543 لسنه 2024 مؤرخ في 4 جويليا، المتعلق برزنامه الانتخابات، واللي يتحدث على يقول تتولى الهيئه الاعلان عن قائمه المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في اجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، وهذا ايضا ليصدر في تعليل المحكمه الاداريه في بلاغه. انتم تقولوا ما عادش نتحدثوا على يوم 3 سبتمبر، بالنسبه بل
عليكم بالضبط. يجب الإعلان قبل أجل أقصى. شفتوا أجل أقصى علاش حطينا أجل أقصى؟ لأنه كان ناخذوا انطلاق الطعون وأنه المحكمة الإدارية بيدها في الأجال متاعها مقيد عندها أجل أدنى وأجل أقصى. مثلا الجلسة العامة أي، ولكن يقول لك الأجل الأقصى هو داخل الأجال أيضا، هو داخل الأجال باش مربوط الأجل الأقصى. هذا شو قلت؟ طيب الجلسة العامة القضائية كيف تعمل جلسة مرافعة؟ وقتاش تصدر حكمها؟ في أجل أقصى 5 أيام، نجم تكون أقل، نجم في يوم جلسة المرافعة. كيف تنقص الأجال متاع التصريح عند المحكمة الإدارية؟ زيدها نهاري. كي تحط لي أجل أقصى يوم أجل. نعم كي تحط لي أجل أقصى يوم 3 سبتمبر بدخول الغاية، يعني 3 سبتمبر داخل في الأجل، داخل في الأجل هو الأجل الأقصى. بمعنى إذا كان المحكمة، يعني بطريقة أخرى المحكمة لم يكن لها أن تصرح بعد بعد نهار الجمعة، كان صرحت نهار السبت، وقتها نهار 2 و3 يكون آخر يوم. طيب يعني الأجال كيفاش نحسبوها؟ هذيك الأجال القصوى اللي ما يزوش الفوتوها، لكن باش مربوطة داخل الأجال هذيك؟ إنه عندك 48 ساعة من تاريخ آخر حكم ملزم بالقانون إنك تصرح. إذا كان المحكمة الإدارية قلنا صرحت آخر حكم يوم 29، زيدهم نهاري، راهو باش يولي الإعلان قانونا وملزمين يوم الأحد. كيف ولا آخر تصريح نهار 30 نهار جمعة؟ سبت واحد نهار 2 يولي أقصى أجل. طيب هذا يعني فيما يخص الأجل العام هو الأقصى هو نعم. هذه بشوفوها حتى أو نعطيك حاجة في علينا عن النتائج كيف ثم أجل أقصى ما تفوتوش الهيئة. طيب الفصل النص لم يرتب فإنه أجل ما هوش استنهاضي. نعم. علاش؟ خاطر باش يمس رزنامة كاملة. واو. والأجال هذه كلها شفتها كل مرحلة من رزنامة. مثلا نعطيك الحملة الانتخابية محددة بالنص، ثم يوم الانتخاب ترجع قبله بنهار يوم الصمت، ثم ترجع باش تحدد الانطلاق نتاع الواحد، ما تنجمش تتصرف فيهم. نعم. طيب الفصل 24 اللي تحدثت عليه المحكمة الإدارية أيضا في بلاغها الصادر البارحة، واللي هو الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014، المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، اللي يقتضي ويقول تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه، والمحكمة تقول بأنها قدمت للهيئة شهادة من المنطوق، يعني الهيئة تكتفي بمنطوق الحكم حتى تطبقه، ليست مجبرة على إنها الحصول إنها تحصل على كامل الحكم بكامل حيثياته. واضح الفصل لقيته واضح، وهو فصل من قرار ترتيبي نافذ وساري مفعول. نعم. هذا متفقين فيه، والبلاغ اللي قالته الصدر على وهو بلاغ رسمي على مؤسسة رسمية اللي هي المحكمة الإدارية صحيح الكلام هذا، لكن ثم فصل آخر يسبق هذا قرار ترتيبي، قرار ترتيبي يتحط بالنظر وبالرجوع إلى القانون، ولنا نرجع القانون الانتخاب شي يعطي فصله 47. نعم. إنه انطلاقا من يوم التصريح وقت تصرح الجلسة العامة القضائية اللي هي آخر درجة في التقاضي بعض الدوائر الاستئنافية في ظرف 48 ساعة تتولى كتابة المحكمة إحالة الأحكام، مش منطوقها، الأحكام واضح النص القانوني، إحالة الأحكام إلى الأطراف. به وتقول لي لنا في الظاهر هاو ثم تضارب. النص القانوني يقول الجلسة العامة أو كتابة المحكمة الإدارية في ظرف 48 ساعة من تصريح الجلسة العامة تحيل نسخ من الأحكام إلى الأطراف، والقرار الترتيبي يتحدث في الفصل اللي كنت تذكر فيه على انه يتم تنفيذ هذاك بموجب الحكم او منطوق الحكم. هذا هو هكا، هو ما فماش تعارض، نصوص تقرا في بطريقه متقاطعه ومتناسقه ومتكامله. في وضعيه الحال ثم 6 طعون راه مش 3 برك اصدرت الجلسه العامه. في تواريخ متتابعه 27 29 و30 بالفعل هكا ولا فيهم 3 أحكام بالرفض، بالرفض وإقرار الحكم الابتدائي المطعون فيه وإجراء العمل به. هذا تم تطبيقهم واستجابت لهم الهيئة بموجب المنطوق. واضح ولا لا؟
بقاو ثلاثة أحكام أخرى هما نقض فيهم نقض للأحكام الابتدائية الصادرة على الدوائر الاستئنافية. كي يقولوا نقض يعني تغيير في منطوق ومحتوى الحكم المطعون فيه للجر على الدوائر الاستئنافية، يعني الحكم تغير. الوضعية الأولى اللي حكينا عليها على الثلاثة، المحكمة قالت لي إقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به، يعني عندي بموجب المنطوق كيفاش نفذت الحكم هذاك بموجب الحكم الابتدائي، يعني عندي حكم نفذت به على خاطر المحكمة قالت لي تعمل بالحكم الابتدائي. لأن في الوضعية الثانية متاع ثلاثة أحكام أخرى هو نقض، ينقلوا نقض يعني يا بتوجه هذا موجه للأطراف بما فيهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لم يعد بالإمكان العمل بالأحكام الابتدائية المطعونتها اللي هي الأحكام الاستئنافية. تقول لي بالمنطوق، امتين نمشي بالمنطوق، وهذاك علاش في القرار الترتيبي ثم أو لأنه قررنا حسابنا في زوز فرضيات. فرضية الإقرار اللي يتم بخاطر مش تغيير في النتيجة وعندي حكم موجود دونك ونفذه على حاله، والوضعيات اللي المحكمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفذت فيها أحكام المحكمة الإدارية بموجب المنطوق هي أحكام فيها إقرار وغير ولا توجد فيها تغيير النتيجة. يعني في الإقرار تطبق الهيئة الحكم الإداري تكتفي بالمنطوق، ولكن في النقض يجب أن تتصل بالأحكام يكون ثم نقض. شو معناها نقض؟ يعني الحكم الابتدائي الأول اللي صدر واللي تم توجيهه الأطراف واللي تم توجيهه في كيف كيف في ظرف 48 ساعة، يعني 48 ساعة ما هيش تغير ونقض معناها الحكم اللي بعثته لي في المرحلة الأولى في ظرف 48 ساعة لم يعد ساري المفعول، تم نقضه. كيف تقول لي تم نقضه باش نتالي باش ننفذ؟ ما عادش نجم بالمنطوق. ولنا خلنا نوضحوا حاجة، الفصل 47 من القانون الانتخابي واضح يقول لك تصدر المحكمة حكمها وتوجه نسخة من الحكم إلى الأطراف وتأذن بالتنفيذ على المسودة. من يأذن بالتنفيذ على المسودة؟ هي مش حاجة نستنتجوها فيما توجيه نسخة من الحكم على الأطراف ما هيش يتم استنتاجها، المحكمة تأذن صلب منطوقها بتوجيه نسخة من الأحكام. ثم إذا كان المحكمة بتمشي في اتجاه تنفيذ على المسودة يلزم في منطوق حكمها تأذن به، وعديدة الأحكام اللي صدرت على المحكمة الإدارية في المادة الانتخابية نلقاو فيها وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة. الجلسة العامة عندما انتصبت كدرجة استئنافية للأحكام الصادرة في الطور الابتدائي عن دوائر الاستئنافية، ماذا وجدنا في منطوق حكمها؟ أولا قبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي وبالتالي القضاء من جديد بإلغاء القرار المنتقد، وقبول مطلب ترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية ل 6 أكتوبر 2024. ثانيا توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف. واضح جدا. إذن بالتنفيذ على المسودة ولا غير. هذه وبالتالي المحكمة بيدها الجلسة العامة ألزمت نفسها بتوجيه نسخة من الحكم. واضح جدا. وهذا مهم، علاش؟ راهو التنفيذ على المسودة لا يمكن استنتاج قانون، تأذن به المحكمة، هي سلطة مطلقة للجلسة العامة تأذن أو لا تأذن. واضح. في الوضع هذه لم تأذن المحكمة. نعم، تقعد معنا بالهاتف، راجعين تو سويت، مرحبا بك.